هناك لقاءات لا تنسى، منها ما هو بطعم الفرح ومنها ما هو بمرارة الحزن. في هذا التقرير سنتحدث عن مواجهة حزينة كانت إعلانا بأن أمر هبوط فريق المغرب الفاسي للقسم الثاني بات حتميا. سنعيد رواية المشهد الحزين الذي كتبت أحرفه الأولى في لقاء الجولة 27 للبطولة الاحترافية الأولى، والذي جمع المغرب الفاسي ونهضة بركان. قبل هذا اللقاء كان المغرب الفاسي يحتل المركز الأخير ب 24 نقطة، حيث كانت المنافسة قوية على تفادي الهبوط مع فرق أولمبيك خربقة، كوكب المراكشي، مولودية وجدة. خارطة الطريق من أجل ضمان البقاء كانت تتلخص بحصد 7 نقاط من آخر 4 مواجهات، ومنها مواجهتين بمدينة فاس، بينما كان فريق نهضة بركان خصم الماس بحاجة للنقاط 3 للاقتراب أكثر من المركز الثالث. المكان: المركب الرياضي مدينة فاس. الزمان: 8 مايو 2016. وبحضور جماهيري كبير ذلك اليوم واجه المغرب الفاسي بقيادة المدرب الأشهبي وبتشكيلة ضمت الفيلالي، النمساوي بن كجان، زكريا الإسماعيلي، علي سيلا، المهدي كرويطة، الدحماني سيدي بي بن شرقي والبركة. فريق نهضة بركان الذي كان يضم في صفوفه ابني مدينة فاس رشيد بريجل وعبد الهادي حلحول ومدرب الحراس عبد الحق الكتامي. البداية كانت لصالح الفريق الضيف بهدف سجله عبد الهادي حلحول إثر تسديدة قوية ارتطمت ببنك الجان وخدعت الحارس الفيلالي وسط صمت رهيب خيم على مدرجات المركب وحزن اللاعب الذي لم يحتفل بهدفه. في الجولة الثانية مارس فريق المغرب الفاسي ضغطا كبيرا على مرمى نهضة بركان الذي تألق حارسه المحمدي كثيرا، إلا أنه فشل في التصدي لتسديدة علي بدارة سيلا في الدقيقة 71. وبعدها بخمس دقائق نجح البديل شعيب خضير في تسجيل الهدف الثاني، وهو آخر هدف سجله الفريق في البطولة الاحترافية الأولى بالمركب الرياضي بفاس. علي سيلا صاحب الهدف، علي سيلا يمرر لابراهيم سيدي بيه باتجاه المهدي كلويطة الى حسام امعنان، حسام امعنان يمرر بشكل ناجح الى حسام البركة، فرصة للبركة، البركة يمرر الكرة الى علي، علي علي باتجاه اسرع جول. كان رائع من هشام البركة باتجاه اللاعب شرقي من سجل أو صعيد خضير ومن سجل الهدف لفريق المغرب. تقدم الماس كان سيجعله في ظل النتائج المسجلة على بعد نقطة من المركز ما قبل الأخير، إلا أن لاعبيه فشلوا في الحفاظ على النتيجة، حيث استطاع البهجة تسجيل هدف التعادل بخطأ في التغطية الدفاعية. التعادل كان مؤشرا أن أمر الهبوط قد اقترب في موسم تناوب على تدريب الفريق خلاله 4 مدربين، بداية برشيد الطاوسي ثم شكيب الجيار كمدرب مؤقت، فالفرنسي دوني لافان، وأخيرا المدرب محمد الأشهبي. ذلك الموسم الذي شهد العديد من الأحداث التي سيبقى الزمن وحده كفيلا بكشف تفاصيلها. مازال معك لفر الدنيا شو لو قال مدون لست تحفظونا.